يقول: ما هي الأعمال التي تنفع من مات وليس له أبناء ولكن له إخوة؟ هل نعتمر عنه؟ وماذا نقول في النية؟ الأعمال التي ورد بها الدليل تنفع الميت بإذن الله، سواء من أبنائه أو من غيرهم من إخوانه المسلمين، وهي الدعاء، الدعاء للميت من عموم المسلمين أقاربه وغيرهم، أو الصدقة عنه أيضا سواء كانت من أقاربه أو من غيره، أو الحج عنه أو العمرة عنه، كل هذا ينفع الميت بإذن الله سواء كان من أقاربه أو من غيره. نعم.